قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وده أيضا سبحان الله من تسخير الله لهم، إن هم سألوا ما قالوش إلقي يا موسى الأول. وطبعا يا إخوانا أنا كنت يعني أظن إن الموقف كان في قصر فرعون، لكن واضح إن الموقف كان في ساحة كبيرة. ليه؟ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس. يحشر يعني إيه بقى؟ يجمع الناس. فظهر الأمر إن هي ساحة كبيرة، والناس أنا كده متصور كأن في أسوار والناس واقفة خلفها مترقبين المشهد. برضو متصور إن فرعون قاعد على عرشه في الساحة الكبيرة دي وحوالينه الأتباع مترقبين الموقف، خاصة إن بعض المفسرين قالوا إن عدد الصحراء كان 15,000. برضو ما عندناش دليل مؤكد، بس كانوا عدد ضخم جدا، كنوع من إن ما يسيبوش فرصة لموسى إنه يظهر في هذا المقام. بينافس 15,000 بني آدم، يعني لو كسب واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة مش هيكسب 100، مش هيكسب 1,000، مش هيكسب 15,000. فالصحراء كتير جدا جدا، كل ساحر مع عصاية وكل عصا تحولت إلى حية، فكأن الساحة تحولت إلى مكان ينبض بالحركة. مش كده ربنا وصف الساحر؟ قال إيه؟ وجاءوا بسحر عظيم. موقف مهيب جدا. ولعل فرعون اطمأن بقى بعد ما شاف المشهد إن لن تكون هناك أي رجعة ولا حجة لموسى بعد الآن. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين.